جمهور النادي الأهلي في الساعات الأخيرة منتظر على أحر من الجمر مباراتين مهمين جدا 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 في مشوار النادي الأهلي، مباراة سموحة ومباراة الزمالك. عايزين نعديهم ونكسبهم علشان نروح كأس العالم واحنا كده مستريحين ومفيش أي ضغوطات علينا ونكون إن شاء الله فارقين. فمساء الخير على حضراتكم، على كل جمهور النادي الأهلي اللي بيتفرجوا علينا، وخلينا نرحب بزميلتي العزيزة أميرة. مساء الفل يا هنودة. مساء الفل. أسبوع صعب الأسبوع. أسبوع صعب جدا. ربنا يعدي. مساء الفل عليكي ومساء الفل على كل جماهير النادي الأهلي، أهلا بيكم. وإن شاء الله الأهلي معودنا دايما أن كل ضغط محطوطين فيه بتكون نتيجته في النهاية إيجابية، بنعدي وبنفوز، فخلينا متفائلين. أنا متفائلة جدا إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب المباراتين. والنهاردة عندنا كلام كتير عن المباراتين اللي جايين ومواضيع تانية كتير، خليكم معانا وما تروحوش في حتة، بس تعالوا الأول نروح لأخبارنا في السريع. أول خبر معانا النهاردة وهو ختام النادي الأهلي لتدريباته النهاردة لمواجهة فريق سموحة في نصف نهائي كاس مصر، واللي هتتلعب بكرة الثلاث بإذن الله الساعة 5 مساء، وده بعد ما كان الفريق استأنف تدريباته امبارح تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب تيتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية اللي كان مديها لهم لمدة 24 ساعة. وبدأ كولر تدريباته بمحاضرة فنية مع اللاعبين لمدة نص ساعة، وبعد كده دخل اللاعبين في تدريبات بدنية مكثفة لمدة 40 دقيقة، وبعدها كان في فقرات تدريبية متنوعة لحد ما اختتم الميران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبين في ثلاث فرق. طبعا بنتمنى الفوز للنادي الأهلي، وبنتمنى ان احنا نتخطى المباريات الجاية لان هي فاصلة، ونوصل ان شاء الله للنهائي بإذن الله. بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله نكسب. احنا عندنا تفاؤل كبير جدا في اللاعبين بتوعنا وثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني. نروح بقى لتاني اخبارنا عن فوز رجال الطايرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني كابتن محمد مصلحي على فريق قارون بنتيجة 3-0 في الماتش اللي اتلعب امبارح على صالة نادي قارون بالفيوم في الدور الـ16 من البطولة عشان تصعد لدور الـ8، ونستنى الكسبان من الترسانة ومصر البترول ونقابلهم. بفكركم ان رجال الطايرة كانوا خلصوا الدور الثاني من الدوري وهم متصدرين المجموعة بعد فوزهم بكل الماتشات اللي لعبوها، وان شاء الله نكمل على كده كل الفترة الجاية ويفضل الأهلي نقول ايه ملوك الصلاة. يا رب ان شاء الله ملوك كل حاجة الحقيقة، رقم واحد يعني. نروح بقى من الأهلي لمنتخبنا الوطني في بطولة العالم لكرة اليد، واللي لعبتنا مبارح الحقيقة شرفونا وحسموا تأهلهم للدور الرئيسي في البطولة، وده بعد ما حققوا فوز كبير على المنتخب المغربي بنتيجة 30-19 في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة بالدور الأول من البطولة. وكان قبلها فوز مهم على المنتخب الكرواتي، وده علشان يستعد اللاعبين لمقابلة منتخب الولايات المتحدة بكرة الثلاث في الجولة الثالثة. وإن شاء الله الفرحة بكرة بقى كده تبقى فرحتين، كرة القدم في النادي الأهلي والمنتخب الوطني في كرة اليد يا رب. بإذن الله بإذن الله هنودة، بنتمنى الفرحة بكرة تكون كاملة من الأهلي ومنتخبنا الوطني، ونتمنى لهم طبعا كل التوفيق. نروح بقى لآخر أخبارنا عن فريق أرسنال الإنجليزي اللي فاز امبارح في ديربي شمال لندن على فريق توتنهام في بطولة الدوري بنتيجة 2-0 عشان يعزز صدارته بالدوري ويرفع رصيده ل 47 نقطة بفارق 8 نقط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي. بكده تبقى خلصت اخبارنا، تعالوا بقى نتلقي الجزء الثاني اللي انتم متعودين معانا عليه في فقرتنا وهو تعليق في صوره. زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي معانا الصوره اللي معانا النهارده صوره تتويج نادي برشلونه باول القابه في الموسم الحالي كاس السوبر الاسباني بعد فوزه الكبير على غريمه التقليدي 3-1 في مباراه سيئه من النادي الملكي، علشان يقدر نجوم البارسا بقياده جافي يردوا اعتبارهم من جديد امام النادي الاسباني ويفوزوا باللقب ويعززوا رقمهم القياسي كاكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر الاسباني بعد ما خدوه 14 مره في تاريخهم. وكمان البطولة دي بتعتبر أول ألعاب تشافي مع برشلونة من أول ما تولى قيادة الفريق في نوفمبر 2021. حققت امنيتك. حققت امنيتي، قلت لك انا بشجع برشلونه والاهلي، بدانا ببرشلونه فاضل لنا الاهلي ان شاء الله بكره ويوم السبت. والحقيقه خلينا نقول انه
انجاز جديد لبرشلونه مع تشافي. والحقيقه انه الماتش كان ممكن يخلص 5، يعني برشلونه كان ممكن تكسب 5 مستريح بالفرص اللي ضيعتها، وخصوصا وان اللعيبه في ريال مدريد ظهروا خلينا نقول بشكل باهت وسيء جدا، وكانهم اصلا يعني ما حضروش الماتش، وده قلق جمهورهم، خصوصا وانهم بينافسوا على بطولات كبيره الفتره دي، ودي حاجه مبشره جدا لجمهور النادي الاهلي، لان احنا هنقابل ريال مدريد بنسبه كبيره في كاس العالم للانديه. فشفنا المستوى اللي بيقدموه واللي وصلوا له، ويا رب ما يفوقوش بقى على حظنا يعني يا رب كده يفضلوا زي ما هم، ونقدر ان شاء الله نتخطاهم ونكسب لو قابلناهم ان شاء الله. دلوقتي بقى فقرتنا الاولى خلصت، تعالوا دلوقتي نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهارده بتقول ايه، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم فقراتنا، وصلنا دلوقتي لفقره المناوره. منورتنا النهارده هنتكلم فيها معاكم عن الاهتمام باكتشاف المواهب ودعم الانشطه الرياضيه في مصر بكل اشكالها، وطالما هنتكلم عن الدعم الرياضي للشباب والاطفال وممارستهم لهواياتهم وتنميه مهاراتهم، فاكيد النادي الاهلي هيجي في المرتبه الاولى، لانه بيمثل نسبه كبيره جدا من كل المنتخبات القوميه في كل الالعاب، وبيعمل الدور ده من اكتر من 115 سنه. وزي ما شفنا كلنا المؤتمر اللي كان معمول يوم الجمعه واعلن فيه كابتن محمود الخطيب عن تفاصيل المشروع الجديد لاكتشاف واعداد المواهب بالتعاون مع هولندا، واللي هيهتم بالاطفال من سن 4 سنين ل 16 سنه. واللي ممكن يسالني ويلفت نظره ويقول لي يعني اشمعنى هولندا، فممكن اقول لك ان هولندا بتتصدر قائمه الدول العالميه من حيث الرفاهيه والاهتمام بالمواهب والكوادر، فده اكيد شيء هيضيف لنا، وعلشان كده مستنيين نشوف بدايه المشروع ونشوف قد ايه عندنا في مصر مواهب تستحق الدعم فعلا. صح، ويمكن خلينا نقول ان دي مش اول مره نسمع عن مبادرات ومشاريع النادي الاهلي اللي بيكتشف من خلالها المواهب وبيدعمهم، لانه بالفعل بيهتم بالاكاديميات الرياضيه ودعم الاطفال والشباب في كل الرياضات الفرديه والجماعيه، وبيضم اكاديميات في الالعاب الرياضيه سواء داخل او خارج مصر. لكن الخطوه او خطوه التجربه الهولنديه مع النادي الاهلي خلينا نقول ان هي خطوه مهمه جدا جدا جدا، واللي طبعا بنشكر عليها كابتن محمود الخطيب على اهتمامه بحاجه مهمه زي دي، وكمان السفير الهولندي في مصر هان مولتس دوره كبير جدا جدا في المشروع ده. وردا برضو على سؤال ليه هولندا بالذات وهل ده شيء هيضيف لنا في مصر، خلينا نقول انه حوالي 5 مليون هولندي من اصل 17 مليون مواطن متسجلين في اكتر من 35 الف نادي رياضي، يعني كل الناس هناك في هولندا بتهتم بالرياضه، الغني الفقير بيطبقوا مبدا انه الرياضه للجميع، الرياضه شيء اساسي في حياتهم، فيمكن دي فرصه لشبابنا واطفالنا ان هم يتعلموا حاجه صح وياخدوا فرصه المساواه بالزبط. انه الرياضه فعلا يا اميره للجميع، وانه في رياضات بتحتاج فلوس كتير شويه عشان الاطفال يلعبوها، مظبوط النادي الاهلي هيوفر لهم ده بالظبط كده. وكمان في حاجه ثانيه اضافه على الموضوع ليه هولندا، ان الطفل الهولندي مصنف عالميا في المرتبه الاولى في الرفاهيه والرياضه والعقليه والتعليم، فالتعاون ما بين هولندا والنادي الاهلي هيخلينا نشوف ثقافه مختلفه، نتعلم من الدراسات ومن التكنولوجيا اللي بيستخدموها في الرياضه، خصوصا ان هيكون في فريق من الخبراء الهولنديين عشان الاختبارات اللي هيعملوها للمواهب المختلفه، وبناء طبعا على ده كل طفل هيتحط في الرياضه اللي تناسبه واللي هو حاببها. وكمان من ضمن الخطط اللي عجبتني جدا ان هيكون في فترات معايشه للاطفال والشباب في هولندا، ففكره التبادل الثقافي ده يعني مهم جدا، ومن اكتر التجارب اللي ممكن تخلي الطفل مرن اكتر ومثقف وشجاع، وبتهيئه لتجارب كتير مختلفه، وده مهم جدا بالنسبه لنا ودايما بنناشد ليه. صح صح، وخلينا نقول برضو ان دي مش اول مره يعني نسمع عن المبادرات دي. انا بشوف ان تطور اي دوله او اي مؤسسه بيبدا من حاجتين مهمتين جدا 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 لازم نحط تحتهم مليون خط، اولهم البحث العلمي، وتاني حاجه الاستفاده من التجارب الناجحه اللي حوالينا، وده مش عيب الحقيقه، مش عيب ان احنا نعمل تعاون معاهم، نتعلم من خبراتهم، يعني زي ما قلنا قبل كده احنا لازم نواكب اي تطور بيحصل في العالم يا جماعه، خصوصا في الرياضه، الرياضه تاني وتالت ورابع هي القوة الناعمة للبلد، وإننا نهتم بالكوادر واكتشاف المواهب والتنمية على جميع المستويات هيختصر علينا الطريق في حاجات كتير قوي قوي قوي.
وبدل ما عندنا محمد صلاح واحد هيبقى عندنا 100 محمد صلاح بالزبط. فده اهميته مهمه جدا 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 جدا، يمكن يا دوب المفروض نبتدي فيه دلوقتي. يا دوب فعلا فعلا يا هند، يعني فكره الاستثمار في الاطفال والشباب ده بجد اهم استثمار لاي بلد، وده اللي احنا بدانا فيه من فتره كبيره وبالنادي بيه بقالنا فتره كبيره، مش بس في الرياضه لا كمان مثلا في التعليم. بنعيش محاولات تطوير التعليم في مصر عشان نغير المنهج القديم اللي عفى عليه الزمن، اللي كل التلامذة والطلبة بيشتكوا فعلا من المناهج ومن التعليم اللي بيحصل. احنا جماعة بجد بجد لما بنبني أطفالنا بشكل سليم بنبني معاهم مستقبلنا احنا، عشان كده بنقعد نتكلم عن تربية الأطفال وتنمية مهاراتهم وازاي نهتم بيهم والروتين الصحي والروتين الغذائي، وان كل أب وأم يعملوا لعيالهم نظام من أول ما يصحى لحد ما ينام. كل ده ليه؟ يعني كل ده مهم لتاريخهم، لمستقبلهم، لثقافتهم، لمستقبلك أنت ومستقبل كل الأجيال الجاية. ممكن حد يسمعني ويقول لي يا ستي كبري دماغك، إيه أي كلام اللي أنت بتقوليه ده؟ لا بجد والله الكلام ده مش أي كلام حضرتك خالص. لو فكرنا شوية هنلاقي أن اللي بنقوله ده يمكن أهم حاجة ممكن نعملها، وخصوصا دلوقتي ولادك هم مستقبلك ومشروعك اللي بتستثمر فيه فلوسك وصحتك ومجهودك. ولازم كلنا نهتم بالجانب النفسي ليهم. يعني مثلا تعلموا مثلا انه لازم يكون شاطر في المدرسة، لكن لو جاب نتيجة وحشة فلا، دي مش نهاية العالم. ذاكر وهتعوض وتنجح المرة الجاية، بلاش كلاكيع يعني وكبت نفسي للأطفال. طالما الطفل بيعمل اللي عليه، وده دايما المنهج اللي انا بتبعه، طالما عملت اللي عليك وبذلت مجهود وما ضيعتش وقتك النتيجه دي بتاعه ربنا. صح صح. خلينا نقول كمان اميره انه الاستثمار في ولادنا ومواهبهم وتربيتهم هو مش بالاكل والشرب واللبس، التربيه والاخلاق والالتزام يا جماعه وحاجات تانية اهم بكتير. وعلى فكره الموضوع ملوش علاقه بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي. ياما أبهات ما كانش معاهم فلوس وكانوا بيربوا ولادهم وبياخدوا ولادهم مشي لحد النادي علشان يتدربوا. أغلب، خلينا نقول أنه أغلب لعيبة الكورة مش جايين من الطبقة الاجتماعية المستريحة. أغلب لعيبة الكورة الأبطال اللي بنسمع عنهم واللي هم دلوقتي اللي رافعين يعني ماسكين الفرقة، بجد الناس دي بدأوا من تحت الصفر، ودي حاجة تحسب لهم ولأبهاتهم وأمهاتهم. احنا بنقعد نسمع قصص كفاح اللاعبين وممثلين ليه؟ صحيح. اكيد مش للتسلية، علشان نتعلم منها. حاول ان انت تستغل اي فرصة علشان تخلي ابنك يمارس الرياضة، سواء في مراكز سواء في نوادي، او تستغل فرص زي مبادرات اكتشاف المواهب زي اللي بنتكلم عنها النهاردة. خد ابنك من ايدك ووديه، حسسه بالاهتمام منك، حسسه ان الرياضة زيها زي الاكل والشرب. بالظبط كده. واحنا فعلا يا هند الفتره الاخيره في مصر بنشوف مبادرات مختلفه ومسابقات ومؤتمرات كلها بتتعمل علشان بس تكتشف المواهب، سواء كانت بقى مواهب رياضيه او غنائيه، عجبتني انا غنائيتي، او ايا كانت هي ايه. ودايما زي ما قلنا في البدايه النادي الاهلي بيبادر في اي نوع من انواع الدعم الانساني، واكيد بنتمنى التوفيق لكل شبابنا واطفالنا الموهوبين، واللي باب النادي الاهلي دايما هيكون مفتوح ليهم. ونصيحتي بقى يعني لكل الناس، التغيير بيبدا لما تغير انت نفسك في طريقة تفكيرك وسلوكيات حياتك. إذا كنت هاوي أو محترف في الرياضة أو أي نشاط ثقافي، امسك فيه بإيدك وسنانك مهما كانت الظروف، اسعى عليه، حاول تحققه، نغير التفكير كل حاجة هتتحقق. دلوقتي خلصت مناورتنا، نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لفقرة استوديو الحريق. لسه مكملين معاكم موضوعنا عن تفاصيل مشروع اكتشاف المواهب في النادي الاهلي، ومنورنا كابتن محمد حشيش نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق والمدير التنفيذي لمنطقه القاهره لكره القدم، علشان يقول لنا التفاصيل الكامله للموضوع. برحب بك يا كابتن. اهلا هند، منورنا. الله يخليك. الحمد لله. كابتن خلينا نبتدي بالمشروع وتفاصيله، مشروع اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. تمام. طبعا يعني النادي الاهلي طبعا مؤسسه عريقه، يعني 1907 من أقدم المؤسسات الرياضية في مصر. مش غريب عليها اللي هو التعاقد الجميل اللي عملوه طبعا، وأنا يمكن من أشد المعجبين بالموضوع ده، لأن يمكن تخصصي من خلال وجودي في منطقة القاهرة والمسؤولية طبعا يعني مسابقات الناشئين والبراعم في مصر، تعتبر طبعا يعني فرع القاهرة ده من أكبر الفروع لاتحاد الكرة المصري،
وبعاني من مشاكل كتيرة بالنسبة للناشئين والبراعم. والحقيقة يعني من خلال عملي في المجال ده، مشكلتنا الأساسية إن احنا عشان نوصل لمنتخب مصر الكبير بلعيبة مميزة ونحقق نتائج، ده المفروض ما يجيش من فراغ، ما يبقاش قبل أي إيفنت بس بنلم اللعيبة ونعمل منتخبات ونجيب مش عارف مدربين كبار حتى على مستوى عالي. الإصلاح لازم يجي من القاعدة نفسها، قاعدة البراعم والناشئين. البراعم لازم تاخد اهتمام كبير جدا جدا في كل حاجة، لأن أنت البرعم الصغير أولا إزاي تكتشفيه يعني، وإزاي كمان الولد الصغير ده ممكن يكون كل اللعيبة الصغيرة أو الولد الصغيرين بيبقوا عشان اللعبة الشعبية الأولى في مصر طبعا هي الكورة، فكله عايز يلعب كورة. صح. وهو ممكن يبقى مؤهلاته وقدراته الفنية والبدنية تناسب لعبة تانية. مظبوط. من هنا جه تفكير طبعا النادي الاهلي، وده مش غريب على اداره النادي الاهلي او على ادارات النادي الاهلي على مختلف طبعا العصور، دايما بتفكر لقدام ودايما بتبقى سابقه اي حد في مصر في الخطوات دي، وخطوات جديه مش كمان كلام، لا ده بيفكر وبياخد بالاساليب العلميه وبيفكر لقدام، والحاجات دي بتبقى محتاجه مشروع. ما يبقاش في يوم وليله ان انا عايز اجيب ناشئ كويس او لعيب كويس او اعده مثلا الفرقه الكبيره او منتخب مصر، ده لازم يجي من القاعده. من هنا طبعا الاداره فكرت انها تعتمد او تجيب ناس متخصصه، لان الكلام ده عايز تخصص، لان مشكلتنا برضو الاساسيه في مصر بقى عموما هي عدم التخصص، يعني كله بيشتغل اي حاجه. صح. كله بيشتغل في كله. بالظبط. ما هو ده يا كابتن هيخليني اسال حضرتك برضه. ازيك يا امير الاول؟ ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منورنا والله. ربنا يخليك. يخليني اسال حضرتك، التعاقد بقى مع شركه هولنديه تحديدا وان هي تبقى هي اللي مشرفه على الموضوع، ايه الاستفاده اللي احنا هناخدها من ده تحديدا؟ اولا التجربه الهولنديه هي تجربه ناجحه جدا على مستوى العالم وعلى مستوى اوروبا. بنشوفهم الأوائل أو من ضمن العشر أوائل على مستوى العالم في كل حاجة، في جميع الألعاب، وبيبان الكلام ده في الدورات الأولمبية المجمعة اللي بتضم ألعاب كتيرة، ألعاب فردية وألعاب جماعية، واخدين بالأسلوب العلمي. فمن هنا فكر النادي الأهلي إن هو يعمل شراكة مع الشركة دي لتطوير طبعا الرياضة عموما في النادي الأهلي، وبالتالي تطوير الرياضة في مصر، لأن النادي الأهلي زي ما قلنا أكبر مؤسسة في مصر وبينتمي ليه الكم الأكبر من الجمهور والناس والشعبية الطاغية. وبعدين في حاجة تانية كمان، موافقة الشركة الهولندية دي إنها تعمل الموضوع ده في النادي الأهلي، وأول حاجة بالنسبة لها في الشرق الأوسط بقى مش في النادي الأهلي، بتعتمد أو بتراهن على انجازات النادي الاهلي. صح. انجازات النادي الاهلي الكبيره خلال السنين الكبيره، مدار تاريخ النادي الاهلي، انجازات النادي الاهلي، شعبيه النادي الاهلي، لان دي مهمه جدا جدا طبعا. معظم الولاد في السن الصغير في جميع الالعاب بيحبوا ينتموا دايما للنادي الاهلي واهلاويه. من هنا جت الموافقه من الشركه، عارفه هي هتتعامل مع مين، لان شركه كبيره زي دي يهمها انها تخش في موضوع تنجح فيه. صحيح. يعني فبالتالي دي المقومات او دي الاساسيات اللي اختارت طبعا يعني النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، لان عارفين ومتاكدين من خلال انجازات النادي الاهلي واداره النادي الاهلي الحاليه ان هو هيعمل دعم كبير قوي للموضوع، وهيبقى كمان عايز ينجح التجربه عشان اول حاجه يفيد جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي وكل اللي ينتمي للنادي الاهلي، وبعد كده طبعا المنتمين لمصر كلها. النادي الأهلي طبعا يعني سباق في الحاجات دي، وبعد كده الأندية التانية بقى بتجري وراه. يعني بتقلد بقى وتاخد. انت بتعملها تلاقي فجأة كله. وانا عايز اقول لهند ان دي حاجة كويسة، يا ريت كله يقلد النادي الأهلي، لان ده برضو هيخدم مصر كلها، ما بقاش برضو قطاع جماهير النادي الأهلي او الحيز بتاع النادي الأهلي. المشروع مشروع كبير ومشروع مهم جدا جدا، وعايز اقول للناس ان ده النتائج مش هتبقى بكره ولا بعد ولا السنه الجايه طبعا، دي هتبقى بعد فتره، لان انت بتتكلمي على الناشئين او البراعم الصغيره من سن يمكن 6 سنين لغايه 16 سنه. وهو ده اهم
فتره طبعا. بالنسبه للناشئ لان هو بيتكون في حاجات كتيره قوي، كون الاول طبعا قدراته المهاريه والبدنيه والنفسيه والشخصيه، لان دي حاجه مهمه جدا جدا. احنا طول عمرنا احنا بنعمل اختبارات وده بيختار ده وبيختار ده، وبعدين برضو العين ما بتبقاش متخصصه، فممكن ولاد يتظلموا، ممكن لعيبه كتيره جدا عندها موهبه في الكوره بس يا عيني ما بتكملش لان ممكن المقاومات التانية مش موجوده، شخصيته حتى انتوا تلاحظوا معظم الحريفه في مصر تلاقيهم اجسام قليله وضعيفه، ويعني صح صح صح. المهم والاهم كمان ان لازم المشروع ده طبعا، والنادي الاهلي طبعا عامل الكلام ده، ان هو مش هيبقى خاص بالنادي الاهلي او النادي الاهلي مش هيتحمله لوحده، لازم مؤسسات البلد كلها يعني تشارك في الموضوع وتدعم الموضوع ده طبعا، وعلى راسها طبعا اللي بيمثل الحكومه هو وزاره الشباب والرياضه. لان الولاد الصغيرين يعني تايهين في مصر ما بين الرياضه اللي بيحبوها واللعب، وعايز يوصل في الرياضه وفي التعليم. صح حقيقة. يعني هو اولياء الامور وبالذات طبعا الستات ايوه هم اللي داخلين وتعبانين، يعني بتجيب ابنها من المدرسه وتجري وبيبقى مثلا عنده مذاكره وعنده امتحان وعنده تمرين، طب يخش الامتحان ويبقى كويس ولا يروح يتمرن عشان الكابتن يلعبه، ولا الموضوع تايه. فلا قادرين نبقى كويسين في الحته دي ولا كويسين في الحته دي. وبعدين برضو يعني في مواهب كتيره بطلت وكانت معتمده انها تكمل، ويعني تكمل في الحته دي، فريحت الدراسه على جنب او ما خدتش الدراسه بالشكل الكافي وممكن يبطل، فلا طال كده ولا طال كده. فهو التنسيق في الحته دي مهمه جدا جدا عشان اولياء الامور. كذلك برضو داخل فيها عناصر كتير، تغذيه مهمه جدا جدا، تكوين الشخصيه بتاع الولد النفسيه طبعا، وشخصيه الولد ان هو يقدر بعد كده يبقى لاعب سواء على مستوى يعني الاحتراف او على مستوى المحليه، لازم يكون شخصيه، سمات شخصيه معينه لازم تتوفر في الولد ده، لازم يبقى يتحمل الضغوط، لازم يبقى عنده مثابره، لازم عنده طموح كبير، لازم يبقى مثقف. طيب كابتن، خلينا نقول انه في ناس كتير اولياء امور كتير بيبقوا عايزين ولادهم او عيالهم يروحوا النادي الاهلي، بس هو بيقول لك ايه ده، في مش عارفه كام واحد متقدم وابن مش الواسطه والقصه يكسل وما يروحش. دي مشكله، وللاسف الافه دي كانت موجوده يعني في انديه مصر كلها. احنا عندنا في البلد محتاجين زقه من حد، محتاجين حاجه، في ناس ما عندهاش علاقات انها تقدر تزق. يعني النادي الاهلي يمكن النادي الوحيد اللي مش اي حد يلعب فيه، يعني المجامله بتبقى في حدود ان انا ادي الولد فرصه كويسه يتشاف، هي دي المجامله النادي الاهلي بيعملها. انما قوته وموهبته ولعبه وانتظامه و هو اللي بيخليه بقى يكمل في النادي الاهلي. صح. بدليل ان في ناس بتيجي تلعب في النادي الاهلي وتخرج عن النص في بعض الاشياء سواء داخليه او خارجيه، تلاقيها النادي الاهلي لفظها على طول. فهي دي المشكله. انما دلوقتي احنا بنتكلم على اساس علمي مظبوط، مفيش حد بقى مصري موجود عشان مش عارف يعرف فلان الفلاني والكلام ده، دي شركه جايه متخصصه لا عارفه فلان ولا ابن فلان ولا كذا ولا كذا. وبعدين بيبصوا لموهبه، وبعدين لما ارفض الولد عشان 1 2 3 4 بيقولوا لهم السبب طبعا اكيد. انت محتاج كذا ومحتاج كذا، اللي لاقين فيه موهبه ويكملوا له الحاجات الاخرى دي. يبقى هو ده الاساس اللي انا اقدر احط عيني عليه، واقدر ان انا لما اتعب معاه واستثمر فيه اقدر هيفيدني بعد كده، سواء في النادي او في منتخب مصر اللي هو الاساس طبعا، او خارجيا انه يقدر يحترف بره بسهوله. عندنا مشكله ان معظم اللعيبه الكويسه بتبقى مثلا يعني درجه ثقافتها قليله شويه، اللغه عندها مش قوي، الثقافه نفسها ما بيطلع بره بيتجنن من الموضوع اللي مش واخد عليه. فبالتالي ثلاث ارباع التجارب الاحترافيه اللي حصلت لاولادنا رجعوا على طول. صحيح. يعني الا فيما نظر يعني زي ما بيقولوا حاجات بسيطه جدا، اللي هو اساسا عنده حته التعليم والثقافه والقدره ان هو والطموح والتصميم المهم قوي ان هو يقدر يكمل بره. فالشركه دي طبعا
اشتغل باسلوب علمي كبير قوي قوي من البدايه من الصغر، قياسات كبيره جدا للولاد، تحديد اللعبه اللي هو قدراته تتناسب معها. يعني ممكن ولد طويل قوي مثلا ويعني امكانياته في الكوره لا، اوجهه لانه مثلا يلعب طايره او يلعب باسكت او اوجهه للطريق الصحيح بالزبط. بدل ما يضيع وقت كتيره في حاجه هم عارفين ان هو مش هيبقى كويس فيها، لا انا بوجهه من هو صغير للعبه الثانيه اللي هيبان فيها قدراته. اجسام انت عارفه لكل لعبه رياضيه ليها طبيعه معينه بالزبط. وجسم معين صح. وقدرات معينه ما تناسبش لعبه ثانيه، فهو ده الاساس. هو ده الاساس اللي الشركه هتعمله، وانا عرفت انها هتبدا ان شاء الله من اول الشهر اللي جاي وهتبتدي طبعا في ما شاء الله افرع النادي الاهلي الكبيره ما شاء الله او الكتيره كلها. اربع افرع على مستوى طبعا عالي، يمكن تجمع الافتتاح قريب ان شاء الله. هيبتدوا يروحوا ويعملوا بقى يعني مؤتمرات هناك ويعملوا يكلموا اولياء الامور ويكلموا على الناس ويبتدوا بقى ينتقوا العناصر دي بالزبط. عشان لانهم مقسمينها ستيب باي ستيب يعني خطوه خطوه. الفكره المهمه قوي اللي حضرتك بتقول عليها هي فعلا الاكاديميات دي هتبقى او المشروع ده لاختيار المواهب الحقيقيه صحيح. احنا كلنا كاباء وامهات بالذات الرجاله بيبقوا عايزين عيالهم يلعبوا كوره، بس بالذات الرجاله والستات لا والله الرجاله بيبقوا عايزين الولاد يلعبوا كره قدم. في بعض الماتشات يقول لي يا كابتن اصل ابني بيلعب تحت راسين الحربه انا عايزاه مش عارف. طب انت عرفتي ده ازاي؟ على فكره اهالينا ما كانوش كده خالص، يعني احنا الجيل بتاعنا القديم الاهالي ما يعرفوش عننا حاجه، كانوا احنا مجرد احنا كنا بنحارب وبنروح النادي وما اتفرجوش علينا خالص يعني والله. خالص يعني والده ووالد حضرتك ما كانوش حاسين. لا لا غاوين كل حاجه، وانا عشان انا بس مختلف شويه ان انا عضو في النادي الاهلي من زمان وكنت في النادي عايش يعني انما من اول ما لعبت يعني والدتي الله يرحمها ووالدي الله يرحمه ما جوش خالص يعني يتفرجوا عليا وسايبيني في الطريق ده. دلوقتي الاهالي داخله الموضوع لان حقيقي. صلاح عمل مشكله عمل لنا مشكله هو صلاح. ساعات بيبقى اصلا الطفل او الشاب هو اصلا ملوش في الكوره خالص وبيروح عشان ابوه وامه ما يزعلوش يعني بس ده عشان انا بقول لك بلاقي تليفونات كتيره تجي لي يا كابتن انا ابني موهبه فزه موهبه فزه كابتن بس عايز بس تبص عليه يجي عشان نشوفه بقى مثلا الولد ما بيعرفش يمشي مش يجري يمشي ومليان يعني التشريح بتاعه العضلي والقصه ممكن دي ممكن يلعب مثلا تايكوندو هيبقى او يلعب شطرنج بقى او شطر بجد دمر خالص يعني كده يعني تخيلي بصي انا بكلمك انه يعني الى اي حد الاهالي بتبقى يعني متدخله من هنا دي حاجه كويسه بقى في القصه اللي احنا بنقولها ان انا لما اتحط على التراك الصح بقى واقول له ابنك ده في اللعبه دي هيتميز ويبقى حاسس ان مش مجرد مدرب اللي بيكلمه او حد بس منتمي للكوره هو اللي بيكلمه، لا ده اللي بيكلم شركه كبيره متخصصه عندها انجازات في بلدها كبيره، فبتدي نوع من الاريحيه والاقتناع، انما غير كده ما حدش هيقتنع. طب حضرتك يا كابتن في منطقه القاهره الكوره بتشوف ازاي بقى المواهب الصغيره دي؟ بشوف ان في ظلم كبير ليها، بشوف ان نظام البراعم والمسابقات صعب، بشوف انديه كتيره اهم عنصر في العناصر عشان يفيد الولد هو المدرب بتاعه صح. لان الولد في السن الصغيره دي بيرتبط بالولد بالمدرب اكتر ما بيرتبط بابوه حقيقي، بيسمع كلام المدرب اكتر ما بيسمع كلام ابوه في البيت فلازم يكون برضه هو مؤهل تاهيل كبير جدا ومع الرخص التدريبيه، مش نجم كبير وبطل وبكره يبقى مدرب يبقى كويس لان الموهبه حاجه في كلاعب، التدريب ده علم دلوقتي طبعا والتجارب الكتير والعالم كله نجح بالاسلوب العلمي دلوقتي مش بجدعنه وان احنا يلا وابقى مدرب ده انا مدرب كويس، لا خالص خالص يعني وما بقاش فيه في العالم قصه اللي هو لعيب كوره اعتزل كبر يدرب من غير دراسه، مفيش كلام من ده خالص. القوانين صارمه هناك صح. احنا عندنا لو هنخش في الدوري المصري حته كده صغيره مدربين بيدربوا الدوري الممتاز شايفين علي ماهر اتحاد الافريقي في ماتشات افريقيا بيقعدوا في المدرج لانه معهوش الرخصه. ايه معهوش الرخصه صح. احنا هنتكلم عن الدوري المصري وعن اللي بيحصل في الدوري المصري لكن هنروح فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه معانا ومنورنا الكابتن محمد حشيش نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق والمدير التنفيذي لمنطقه القاهره لكره القدم. قبل ما نروح للاهلي عايزين نخش نرجع ثاني لموضوع المواهب والاكاديميه، عايزه حضرتك تكلمني عن الاختبارات اللي بتتم بتبقى عباره عن ايه؟ تمام.
هتكلم في العادي وهتكلم بقى في الجديد اللي احنا بصدده يعني. اوكي اوكي. في العادي في مثلا على مستوى اي نادي بيعمل اختبارات، مجموعه بتقعد من المدربين اللي هم في القطاع بيبصوا على الولاد اللي هي شايفين انها ممكن يجي منها وكده، وبتم الاختيارات مرحله اولى وثانيه وثالثه ورابعه لان يوصلوا للعيبه اللي هم يعني مقتنعين بيهم. اوكي. طبعا الاختبار ده بيبقى مش عادل لان مجموعه كبيره جدا، انت عارفه النادي الاهلي بيجي له فرز اول، دي حقيقه، وكم كبير من اللعيبه يعني مش عايز اقول لك بالالاف من كل حته في مصر. الولد مثلا بيبقى جاي من الاقاليم ومسافر الساعه 6 الصبح قايم وجاي وبتاع ساعتين سفر وجاي، هو يعني مبدئيا انه رايح يختبر في النادي الاهلي دي ممكن تساب مصاب. صحيح صحيح صحيح. الولد بيبقى حتى لو هو مكسر الدنيا مثلا مزبوط في الحته اللي هو فيها، وبينزل مع مجموعه كبيره اول مره يشوفهم اول مره يعرفهم، وداخل النادي الاهلي على ملعب كبير ممكن ما يكونش لعب عليه قبل كده، ملعب كبير كله ملاعب صغيره في البلد اللي هو فيها، ما حدش بيباص لحد، كل واحد فاكر ان هو لما يمسك الكوره يبقى بس يعني صاحب الكوره هو الكويس وكده. فطبعا في ناس كتير عين بتتظلم وفي ناس ما بتبقاش على المستوى المطلوب، فبالتالي ده خلاص بطل. ممكن يبقى ما عندوش الطموح او المثابره ان هو يشوف في حته تانية، ممكن فخلاص انت مش كويس، النادي الاهلي ما خدنيش خلاص. ففي مواهب كتيره ممكن ما تتاخدش. لو دخلنا بقى على التخصص، لا ده انا بقعد وبجيب كم صغير عشان اقدر اشوفه، وبشوف الاول هو اتجاهه ايه في انهي لعبه، ده الجديد الجديد وبعدين بعمل له من اول الكشف الطبي، كشف طبي بمعنى كشف طبي الدوره الدمويه والقلب والكلام ده كله عموما، وبعدين بعمل له قياسات بقى للعضلات والنمو وتاريخه ووالده ووالدته، لان طبعا الجينات طبعا فرق قوي في الموضوع دوت يعني. نادر مثلا يكون الاب مثلا طويل مثلا 185 190 ويطلع ابنه قد كده يعني. لا نادرا طبعا، اكيد في الطبيعي انه هيوصل. دي كمان بتتشاف بالقياسات بقى العظم والحاجات دي، يعني يقدر يقول للولد ده هيبقى كذا. كذلك برضو التحمل والعضلات والقصة دي كلها محتاج ايه في التغذية، لان التغذية بتاعتي غير التغذية بتاعت التاني التالت صحيح. الرابع في ولد مثلا بيبقى جسمه قابل للسمنة من الهواء بيتخن، وفي واحد مهما ياكل كذا بتختلف في يعني قوة الحرق عنده بتبقى عاملة ازاي. دراسة كبيرة قوي في الموضوع ده، وفي نفس الوقت بيتحط بقى زي ما قلنا على التراك الصحيح، يبتدي التخصص الاكتر بقى ان هو يشوف الديفوهات اللي هي فيه. مثلا ممكن يكون العضله الخلفيه بتاعته مثلا قصيره، انا بتكلم امثله طبعا فهمة. مش يعني عامه يعني. ازاي اقدر اطول له العضله دي، ازاي اقدر مش عارف كذا، ازاي اقدر اشتغل على الديفوهات، اشتغل على الكلام ده مثلا الاكتاف وهو كده مش كده يعني. طبعا كل الاجسام الولاد الصغيرين طبعا مختلفه عن بعضها، فكل صحيح. واحد بيتحط على الحته الصح. في تخصص اكتر فيما بعد كمان ان القوه او التحمل على الجري والسرعات والحاجات دي اقدر ادي ايه عشان ايه عشان اخد منه احسن حاجه في الحته دي. ولد مثلا عنده بالفطره بتبقى السرعه دي موهبه، صح دي حقيقة. زي المهارة الكرة نفسها الحاجات بقى البدنية فيها مواهب. في ولد سريع أو بالفطرة إزاي أنميله دي وإزاي أعوضه في الحاجة في الحتة التانية. ولد مثلا شخصيته يعني بمكسوف بيخاف بيقلق بتبان الكلام ده في الالتحامات مثلا مش فعلا. في ولد بطبيعته بينزل يتزحلق ويخبط صح بيبقى عنده في واحد ولد ليزي خالص مش عارف ايه مكسوف وبتاع وبالتحديد يعني انا طبعا ما بقولش حاجه بس لعبت كوره طول عمرها المميزه جت من الشارع
دي حقيقة. صح صح، لأنه بينزل وبيعافر وبيقع على الأسفلت وبيعامل ناس معينة وبيلعب عارف بدون ذكر اسامي. كان في لعيب كورة قبل كده كبير يعني، كان بيتكلم عن إنه كان بيلعب كورة وهو حافي، ونقعد فتره لما هو بيلعب في النادي الاهلي قعد فتره وهو بيلعب مش عارف يلعب بجزمه الكوره. طبعا طبعا لان ممكن ولد يعني امكانياته كذا كذا وحب خلاص لعب من غير جزمه، فخلاص بقى اتعود الحساسيه بتاعته والكلام ده. صح. فعايز اقول لك ان كل الحاجات دي، كل الحاجات دي بتتشاف وبتدرس كويس قوي. وزي ما بقول لك بيبقى في برنامج بره الملعب يمكن اهم من اللي جوه الملعب. صح. لان اللي جوه الملعب في ايدي انا كمدرب او كمسؤولين عن الموضوع دوت، هو بيجي لي في وقت معين انا مسؤول عن القصه دي. انما في البرنامج الاهم بره الملعب، لان اللي ممكن بره الملعب ده لو مش تمام يبوظ اللي هعمله مهما هعمل، بيروح يسهر، ما بياكلش كويس، بيجي مثلا الصبح من غير فطار، وحصلت كتير جدا جدا ولاد بتيجي من غير فطار ممكن يقع في الملعب. يا نهار ابيض. طبعا لانه مش واكل، فبالتالي ما فيش حاجه يحرقها، بيستنفذ من اللي جوه، المخزون اللي عنده بيخلص فجاه، بتلاقيه مثلا وقع. في ولاد كتير عندها انيميا ومش عارفه ازاي تعالج الكلام ده. في ولاد ممكن يكون عنده مشاكل معينه في بعض الحاجات لازم تتظبط. فانتوا الموضوع بيتشاف من كل النواحي، كل في حاجة. في النظام الجديد تغيير ثقافه كامله. طبعا احنا كمان عايزين نروح لماتش بكره، لكن في خبر عايزين نقوله، وهو انه ارسلت اداره النادي الاهلي امبارح خطابا للاتحاد المصري لكره القدم تطلب في التحقيق في الاخطاء التحكيميه المثيره للجدل واللي وقعت بحق فريق النادي الاهلي في مباراته الاخيره في الدوري، والعمل على ارساء العداله المنشوده وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين الانديه المتنافسه. حضرتك بتشوف الخطاب اللي بعته نادي الاهلي ده لاتحاد الكوره ازاي؟ وتشوف يعني موضوع التحكيم ده احنا بقالنا فيه سنين. يعني امتى، يعني امتى هيبقى في حكم مصري؟ يعني حتى لما كنا بنتكلم في كاس العالم ما فيش في حكام كاس العالم غير حكم واحد وحكم رايه. ايوه. ده ممكن ينتهي امتى؟ ما هو الكلمه الاخيره اللي انت بتقوليها ده بيدي انطباع على مستوى التحكيم في مصر. احنا من فترات سابقه قديمه شويه كان على طول حكامنا موجودين في المحافل الدوليه وفي المونديال اللي هو اكبر حاجه بالنسبه، اكبر احتفال بالنسبه لكره القدم. يعني حكام كتير، يعني حتى كانوا في افريقيا اول ناس مع الاتحاد الافريقي بيحكموا المباريات الصعبه هنا وهنا وهنا. القصه دي اختفت ليه؟ لان المشكله نابعه من عندنا، مستوى التحكيم يعني سيء للاسف. النادي الاهلي خسر بطولتين دوري عام بسبب التحكيم. والنادي الاهلي برضو حاول كتير يتكلم و بس بعد ما كان الاوان فات يعني. صحيح. فاهمه ازاي؟ انما لا، السنه دي مش هنسمح من البدايه لاي حد يعطلنا، لان جمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي مش هتسمح ان بفقد بطولات بعد كده. ومعلش يا كابتن، انت مش هتقعد كل ماتش تجيب طقم تحكيم اجنبي وتدفع فلوس ورقم، ما هو يعني دي انا بشوف ان بص يا هند، عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي يعني بيصرف كتير جدا، استثمارات كبيره جدا، ميزانيه كبيره جدا جدا بيصرف على جميع اللعبات دلوقتي كلها، وخاصه طبعا كره القدم. ما بيبخلش باي حاجه، انت شايفه الملاعب اللي عملها واوض اللبس و والحاجات دي كلها، جايب جهاز على اعلى مستوى، بيصرف على الكوره في سفرياتها وطيارات خاصه وكذا وكذا وكذا. فما تجيش انت بقى تضيع الكلام ده كله. مظبوط. لان انا بعمل الكلام ده كله ليه؟ عشان اخد بطولات واسعد جمهوري النادي الاهلي. مظبوط. فانت تيجي بغلطات وغلطات متكرره ان انت تضيع لي الكلام اللي بيحصل ده، وتساويني مع اي حد بقى ما بيعملش الكلام ده كله، ده قمه الظلم. يعني. قمه الظلم. فهو قرار النادي الاهلي يعني انذار اول للتحكيم، لان طبعا احنا شفنا الماتش اللي فات. يعني انا مش هتحمل حكم عصبي ولا حكم يعني بيطلع بقرارات كده سريعه، لا، القرارات دي لا، لازم يكون حكم منضبط ونفسيا كويس قوي عشان الراجل
رايح يبعد اللعيب عشان لسه يرد يدي هو انذار يعني. يعني هو الكابتن او الحكم ده المفروض ان هو كمان يعني دوره يهدي الدنيا برضه، مش دوره الشعلاله برضه يعني. اهدى، هو جاي بيكلمك في شيء يعني، نهدى شويه. التحكيم هو حاجه التحكيم وانذار غير مستحق يعني. طبعا. وبعدين التحكيم هو اللي بيتكلمه ناس وهو ادى لواحد تاني خالص. خالص وكانت باينه يعني. واضحه. التحكيم مش فنيات، التحكيم شخصيه. صح. شخصيه تقدر انها تهدي الناس، ما تصعدش. أيوة. الامور ما نصعدش تهدي الأمور. لان انا راجل في الملعب، انا كلاعب وارد ان انا ابقى عصبي والمفروض ان انا اضبط نفسي وكل حاجه، بس من حقي برضو ان انا اتكلم واتكلم بادب يا استفسر. صح. انما تسيب مزبوط. القصه دي كلها وتنفعل عشان كذا وكذا، ما بقتش عارف تدي ده ولا ده ولا ايه، الدنيا هربت منك. المفروض طبعا يبقى متحكم في اعصابه اكتر من كده، ده المفروض. خسرك ماتش وخسرك مثلا بونتين او ثلاثة بونت او كده، يبقى انت ما عملتيش حاجه وتدخلك في دوامه للعيبه بقى بعد كده تلعب وهي تحت ضغط. مظبوط. واحنا داخلين على حدث مهم جدا، كاس عالم مهمة دي حقيقة. الانديه احنا الفتره دي واخدينها باكج على بعضها كده، ان احنا ان شاء الله باذن الله نكسب المباريات الجايه وتخللها طبعا بطوله الكاس، ودي حاجه مهمه. والنادي الاهلي عازم ان هو اي تعرف اي بطوله بيدخلها بياخدها باذن الله. هناخد نفس كده عميق وايه، ونتكلم عن ماتش الاهلي وسموحه. تمام. عايزين تقول لنا كده، شايف الماتش ازاي وشايف المواجهه هتبقى عامله ازاي وايه التشكيل المتوقع؟ طبعا ماتشات الكاس ماتشات لها طابع خاص، خروج مغلوب، ماتش ببطوله يعني. انت فاهمه ازاي؟ عشان كده الفرق كلها سواء تبقى طالعه من الممتاز به او موجوده في الدوري، بيبقى همها انها تبذل اقصى جهد عشان ده ممكن يخليها تاخد بطوله اللي هي استحالها تاخدها في بطوله زي الدوري، ان الدوري طويل ومحتاج نفس طويل ومحتاج لعيبه كتير ومحتاج حاجات كتير قوي. انما ماتش، وشفنا انديه خدت كاس مصر قبل كده مجرد ماتشين ثلاثه خد بطوله، فطبعا ده صعوبه المباراه. صعوبه المباراه كمان ان النادي الاهلي يعني فقد النقطتين بتوع نادي المصري داخل على المباراه اللي جايه دي، مباراه صعبه مع فرقه كويسه، مباراه قبل نهائي مش ادوار تمهيديه او ادوار اولى. دي مباراه خلاص اللي بيوصل بقى للمربع ده بيبقى يعني صعب. ناهيكي بقى عن اي فرقه بقى سواء دوري او كاس بتلعب النادي الاهلي تبقى داخله سن السنان سن السكاكين. ايوه كلبشات، مظبوط كلبشات، يعني بتدي اكبر حاجه عندها لدرجه الناس بتتفرج تقول هو ده النادي الفلاني اللي كان بيلعب من يومين مع فرقه مش عارف ايه، ده لو لعب كده ياخد الدوري. ايوه، ما بيطلعوا كل اللي عندهم قدام الاهلي، كل المهارات بتطلع. مباراه صعبه بالظبط. النادي الاهلي لازم يصالح جمهوره من الماتش اللي فات. كاس زي ما قلنا ما فيهوش تعويض، فلازم استغلال الفرص كويس قوي قوي من المباراه البدايه من الاول خالص. مش عايزين نوصل لممكن لا قدر الله في اخر الوقت كره طايشه زي ما كان بيحصل، ممكن نوصل ضربات جزاء بتبقى 50-50، النادي الاهلي ما يحطش نفسه في الحته دي وحمل على اللعيبه وضغط على اللعيبه. فلازم من الاول يضغط على فرقه سموحه كويس قوي، ومعهم طبعا مدرب كويس، يضغط ويبين للفرقه اللي قدام لا انا هكسبك النهارده عشان انا عيني مش هنهاية على البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن احنا كمان بنتكلم انه احنا ماتش الاهلي وسموحه بكره، ماتش الاهلي والزمالك يوم السبت، طبعا بعد كده انت رايح كاس العالم، فانت عايز تروح كاس العالم وانت الدنيا هاديه معاك، لانه غلطه بكره هتبقى ببطوله. ماتش الزمالك طبعا احنا عارفين ده ماتش كبير، الاهلي والزمالك، فطبعا عايزين نروح مرتاحين. خلينا نروح لتوقعات حضرتك للتشكيل، هل شايف انه ممكن كولر يدفع بالصفقات الجديده، عبد المنعم، بيرسيتا وطاهر راجعين، هل ممكن حد فيهم ينزل؟ لو الاصابات يعني رجعت وبقوا مؤهلين ان هم يبقوا كويسين، طبعا عبد المنعم طبعا هيبقى موجود. ممكن يدي فرصه برضو للصفقات الجديده عشان برضو ممكن يدفع بيها في ماتش الزمالك، لان هو عينه برضو على خلي بالك كاس عالم الانديه. صح. فلازم الصفقات الجديده دي مش هياخدها معاه وهم ما لعبوش مع الفرقه خالص. صح. فلازم، واحنا خلاص قربنا مفيش فرصه يعني، فلازم هيدفع بالناس دي عشان ياخدوا على الفرقه، يبقى في تجانس يعني، فلازم هيدي طبعا وقت للناس الجديده. التشكيل دلوقتي ما شاء الله طبعا اللعيبه بقت كتير الحمد وفي لله. كل مركز
اكتر من لاعب يستحق ويلعب. الحمد لله ربنا يحميهم ويثبت ايامهم ويبعد عنهم الاصابات. ايوه. فطبعا بالنسبه له طبعا بالنسبه للمدرب دي تبقى حاجه كويسه ان عندي اكتر من لعيب جاهز اقدر اختار على حسب الطريقه اللي هلعبها وعلى حسب المنافس اللي انا يعني هلعبه ايه. تعودنا كولر كمان من اول ما جه من ماتش المنستير اول مباراه رسميه ياخدها لغايه النهارده تقريبا 22 لعيب او اكتر بيلعبوا رجلهم في الملعب. ما نقدرش نقول اللعيب ده اصله بقاله كتير ما بيلعبش زي ايام موسيماني اللي كان معتمد على 14 لعيب وخلاص الناس تانية ماتت. ايوه. وال14 ماتوا ولا ال14 ماتوا فاهم ازاي؟ فهو عنده تشكيل كتير، مره نشوف شادي، مره نشوف محمد شريف، مره نشوف سافيو، مره نشوف الشحات، مره نشوف قفشه، مره يعني نص الملعب حمدي فتحي ديانج السوليه، سوليه حمدي فتحي، الديفندرات او الاثنين المساكين محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، نشوف محمود متولي، نشوف كذا، يعني ما تقدر وصلنا لمرحله ان احنا مش قادرين نتوقع مين التشكيل الموجود. غير بقول لك الوقت اللي قبل كده كنت عارف فلان وفلان 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 وخلاص مستنيين بقى ربنا يستر وربنا سهل. دلوقتي هو لان برضو المدرب هو اللي عايش مع اللعيبه وشايف حالته البدنيه والفوقان بتاعه في التدريبات اللي هي قبل المباراه، فهو اكتر واحد يقدر يحط تشكيل مناسب يعني. صح. احنا كابتن محمد حشيش نورتنا وان شاء الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي. خلصت فقرتنا، بس قبل ما نختم عايزينك توجه كلمه لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي انا بقول المقوله دي دايما ان هم الداعم الاساسي للنادي الاهلي وهم السبب الرئيسي في حصول النادي الاهلي على نادي القرن قبل كده. شايفينه الفتره اللي فاتت، شايفين الجمهور الفتره اللي فاتت بيدعم في الفريق وهو متعادل وهو ما جابش جوان وهو مغلوب 1-0 مثلا في بدايه المباراه، داعم لغايه اخر لحظه، ودي مش جديده على جمهور النادي الاهلي، كلهم شباب اللي بنشوفهم في المدرجات زي الورد. ولو انا متاكد ان لو الدوله تسمح بان اكتر من كده عدد يروح المدرجات هتشوف جمهور النادي الاهلي ده مفيش زيه طبعا في مصر كلها وفي الشرق الاوسط كله. جمهور كبير جدا جدا داعم، وان شاء الله بقى الحاجه الاخيره بقى على اللعيبه وحماسهم وقوتهم وتصميمهم واصرارهم على المكسب. يا رب باذن الله يا كابتن. باذن الله. نورتنا جدا. شكرا. نخرج فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرات حلقتنا النهارده، استنونا. رجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا، وصلنا دلوقتي لفقره ضربه حره. كتير جدا بنسمع عن مصطلح الاكتئاب الموسمي او اكتئاب الشتاء بالاخص، يعني انت تبقى كويس وعندك شغف للشغل والحياه طول السنه، بس تيجي في الشتاء والجو برد تحس ان انت منعزل، تحس ان انت حالتك النفسيه مش كويسه، الوقت بقى ممل وانت مش عارف ايه السبب. احنا النهارده هنفهم مع بعض ايه هو الاكتئاب الموسمي، وهل هو مجرد اسم فعلا ولا فعلا في مصطلح علمي اسمه الاكتئاب الموسمي وليه اعراض واسباب، ولو موجود فعلا ازاي نقدر ان احنا نتخلص منه. هنعرف ده كله مع دكتور طارق الياس خبير التنميه البشريه. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. وعايز اقول لك انا اول كيس اكتئاب موسمي، يعني من اولها كده، من أول واكتئاب عيد ميلادي، يعني انا قبل عيد ميلادي كل سنه. إيه؟ مش عشان كبرت، انا بيفرقليش ان انا اكبر، الهديه ما عجبتهاش. غالبا قبل عيد ميلادي كل سنه لازم انكد على البشريه كلها بدون سبب، مش عارفه ليه. هل في حاجه اسمها اكتئاب موسمي؟ لا خالص. لا يا دكتور. لا، ما انا بس هقول الحكايه. قول بقى، قول لنا. هي القصه كلها ليها علاقه بحاجه اسمها دي طبائع المزاج. والانسان المودي، والمودي مش معناه انه متقلب، انا بس عايز اوضح. اوكي. ففي اربع حاجات هم اللي بيشكلوا الليله دي كلها. في حاجه اسمها الجرأه او النشاط، ادي اتنين، والحزن والخجل. هم الاربع حاجات دول الاساسيين. في حد ميال للحزن بطبعه. صح. لما يدخل عليه الشتاء هو بيشعر بانه حركه الناس بقت قليله. الاضاءه اللي بتدي له احساس الامان بتاعه الشمس احيانا بتغيب. وبالتالي هو حاسس انه هو مش في عزله. بس هو بدا ينشط عنده حته الايه؟ اللي هو الحزن. في حد تاني عنده خجل بنسبه عاليه. اللي عنده خجل دائما لما بيدخل عليه الشتاء
بيشعر من جواه بحاجه عجيبه جدا، ودي موجوده في الجين بتاعه، ان هو انا مش عايز اتكلم مع حد، انا مش عايز ابذل مجهود، انا عايز اقعد انا تحت اللحاف، ما حدش يقومني. والطفل اللي عنده خجل بطبعه لما تصحيه الصبح عشان يروح المدرسه يعملها لك مناحه، ويقعد يعيط ويبقى صوته عالي جدا. ليه؟ ويقعد بقى يتضايق، اصلا انا عيان، اصلا بطني وجعتني، الحركات اللي انت عارفاها دي. الجرأة والشجاعة. الجرأة بقى ده لا يهمه شتاء ولا صيف ولا خريف ولا يعني عارفة يعني هو فاتح صدره لخلق الله. اللي عنده نشاط بياخد حمام فاتر في عز الشتاء الصبح الساعة 6 الصبح وهو نازل. صحيح. ويبقى طبع بالنسبة له وما بيغيروش. طيب. هل ده معنى إن أنت عندك نشاط ما عندكيش خجل؟ لا، أنت عندك حياء مش خجل. كل الناس مش عارفة الفرق بينهم. الحياء حاجة والخجل قصة تانية. الخجل أحد درجات الخوف، ولكنها الدرجات المبدئية للخوف، لأنها عندها نفس الأعراض اللي هي إيه بقى؟ في واحد لما يجي يخجل بيعمل إيه؟ وشه بيحمر وكفه يعرق كده، وتلاقي نقطتين عرق نازلين من وشه في عز الشتاء. يا نهار أبيض، ده عنده مرض الخجل. ده مرض، ده مرض، ده لابد من علاجه. أدي واحد. اللي عنده بقى حالة دائمة من الحزن اللي احنا بنقول عليه انت مالك كئيب ليه يا ابني كده؟ النكد دي طول الوقت يا ابني اللي تعمل. ولو حد قال نكتة أو قال دعابة يقوم واخدها على نفسه. يا ساتر يا رب. لا، ويزعل ويتقمص وتبص تلاقيه عنيف. يعني شوف، أصل الحزين ده عنده حالة إيه؟ عنف في الرد. فاكر ان هو كده بيدافع عن نفسه، هو متحفز مع نفسه لنفسه لاي حد، مش عايز يسمح لحد باي شيء، ومحفز في كل وقت ان حد يغيظه. لا معقوله يا زلمه؟ انا بقول لك في كل جر وقت. شكل ده عامل زي الست اللي بتعيط لما حد بس يعدي من جنبها، يعني مش من غير ما يبقى فيه من غير ما يبقى فيه سبب حقيقي. ايوه ايوه، اللي هو احنا بنقول عليه ايه؟ اصل دمعتها قريبه قوي يا جماعه، معلش. طب ده ايه؟ مش قريبه؟ طلعت دمعتي مش قريبه. بس هنا بقى في فرق حضرتك، انه مساله الحزن هنا ما بقتش طبع بس، ده بقى سلوك جوه. اوكي. يعني ايه بقى؟ يعني كل حاجه يعملها يعملها وهو متاكد من جواه انه مش بيعمل الحاجه اللي هو عايزها. يا نهار ابيض يا دكتور على الكلام. انت من ساعات بتبقي قاعده كده وتلاقي في الكوشه اتنين بيتجوزوا، وتلاقي واحد قاعد في الكوشه بقى ايه، ما بيتحركش من مكانه، وما بيضحكش، ومتضايق، يقول لك معلش معلش، اصله متاخد حبتين. متاخد ده ايه؟ وهي بقى ايه، هايصه مع صاحباتها البنات. ايه الفرق بقى؟ ان هي مش واخده بالها ان هيظل هذا الطبع ملازم ليه فتره طويله. لانه ما تعالجش في اهم سن في حياه الطفل، اللي هو من اول عامين لغايه 7 اعوام. الخمس سنين دول من اخطر ما يكون. في منطقه موجوده عندنا في المخ اسم الالموند، والالموند دي معناها لوزه. فعندنا هي بالظبط شكل اللوزه، موجوده في الحته دي اللي فوق الايه، الودان دي. تمام. اللوزه دي بقى هي اللي بتحتفظ باحد الطباع الاربعه، اصعب نوعيا قابلها. اصعب نوعيه، اللي عنده نشاط وعنده حزن. اللي احنا بنقول عليه انت متقلب المزاج ليه؟ لا، هو مش متقلب المزاج، هو نشيط جدا بس بيتحرك في الدايره بتاعته هو، وما يخرجش براها. ولما تيجي تقومي قايله له ايه؟ ما تيجي نتعرف على اصحابنا دول. لا، روح انت. فانت تقول الله، ده انت انطوائي. لا، هو مش انطوائي، هو حزين. في فرق هنا. لا يوجد ما يسمى بالانطواء، لكن هنا يظل الحزن هو السبب. يا نهار ابيض يا دكتور، ده كلام خطير خطير. يعني كلام محتاج حلقات. يعني انا ده شيء يسعدني. لا والله. يعني طب ايه الفئه العمريه الاكثر عرضه ليه الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ طالما حضرتك بتقول ما فيش اكتئاب موسمي، انه حد يصاب بواحده من الاربعه. انا بطلب من الام انها تاخد بالها من ابنها وهو لسه عنده شهرين. شهرين وهو نايم. عارفه تعرفي ان الطفل بتاعك عنده حزن ازاي؟ وهو نايم اي حد لو قرب له، وحتى لو ما صحيهوش بس ايه، عمل حركه كده، لازم يقعد يعيط. ويعيط بصوت عالي ومن غير سبب.
واحنا نبقى فاكرينه عيان، هو مش عيان. اوكي. هو ده معناه ان الحزن عمال يتكون عنده. طب تعمل ايه الام وقتها في شهرين؟ لازم تقوم شايلاه وتفضل حضناه لفتره طويله، ولازم تقرب ودانه من قلبها. دي اكتر حاجه لازم فعلاً. القلب ودقات قلب الام لازم تبقى واصله له، ده يقلل حاله الحزن اللي عنده. صحيح. والالعاب بقى التقليديه ما تجيبش معاه نتيجه خالص. يعني بقى وتجيب له ايه شخشيخه وتجيب له الحاجه دي، ما الحاجات دي خلاص احنا بطلناها. لا، كل ده ما يجيبش معاه نتيجه، لكن حاجه واحده بس هو اللي بيحبها. حاجه واحده بس. انها تقعد هي تلعبه بشكل مباشر. يعني تحط ايديها على صدره، تحط ايديها على بطنه، تحط ايديها على دماغه وتعمل الحركه دي. دي من اهم الاشياء اللي بتاثر عليه وتسكته حتى هو بيعيط. لو هيكون عنده خجل ونيجي بقى هنقومه علشان هنبوسه مثلا ولا بتاع، لازم يودي وشه الناحيه الثانيه. يعني اللي هيجي جنب الخد ده هيودي وشه كده، لو هيجي له جنب الخد ده هيودي وشه الناحيه دي. وبيعمل حركه بايده الام لازم تبقى عارفاها. انه اللي عنده خجل بيقوم ضامم ايده الكف ايده كده. ايوه، في اطفال فعلا طول عمرهم ومهما يعني بصي هتحاولي تفرديها له كده. بيرجع يقوم عاملها كده تاني. أيوة. وكانها يا ابني افرد ايدك، مش هيفردها. ده معناه دي بقى احدى علامات الخجل الاساسيه. مش الحزن. خجل، اوكي. الطفل اللي هيطلع عنده جرأه تلاقيه فارد الكف كده بايه؟ بايديه وعمال ايه؟ ايديه بتروح وتيجي. عاوز يلعب. عايز يحضن حد. ده جريء. وتلاقيه بيضحك وهو لسه مولود. يعني وانت لسه شايلاه ولسه ملامحه بتبان تلاقي فيه ابتسامه. الابتسامه دي بتفضل معاه فتره طويله في الفتره دي. من غير ما حد يلعبه، كانه هو بينده للناس عشان يلعبوه. لو عنده نشاط تلاقيه لا يمكن رجليه تبقى ثابته. يعني الطفل عارفه حضرتك اللي ايه اللي معاه عجله. ايوه. اديكي شفتي قد ايه ان الطفل وعنده شهرين احنا بننبه الام تاخد بالها. يعني معنى كلام حضرتك يا دكتور ان الطفل بيتولد بالصفه دي، يعني هو مولود يا اما جيناته نشاط يا اما كل الحاجات دي. واحنا بقى بنحاول اننا نعدل بقى ده. بس في سن مبكر. احنا في فرحات رئيس التحرير قال لي اطلب من حضرتك دلوقتي حاجه. إيه؟ ان انت تحلل شخصيه سناء امير. يا سلام. يا نهار ابيض. اتفضل يا دكتور. حاجة مهمة. بس اهم جزئيه بقى في عمليه التحليل ان ما يكونش ده جزء من رد الفعل الحالي. يعني ايه بقى؟ هقول لك. لا يمكن تكوني قدام عدسه الكاميرا ويكون دي الطباع الاساسيه. اوكي. انت دايما بتتجملي جزء. طبعا. انت مثلا ممكن تكون نسبه الجرأه عندك ازيد من النشاط شويه. يعني انت ممكن لو عندك وجهه نظر هتقوليها. صح. لو في حاجه مش عاجباكي هتقومي هبداها على طول فوق. صح. اكتر واحد حضرتك عندك نسبه خجل. خجل دي حقيقه. والنسبه متواجده بس في نشاط في نفس الوقت. في نشاط. دي بقى اصعب الشخصيات. اللي ايه؟ انت نشيطه بس الخجل اللي عندك بيعمل ايه؟ بيمنع ابداء الراي المباشر. يعني انت ممكن تكوني مجامله بعض الشيء. حقيقه. فالمجتمع ياخد ايه؟ باله. فيبتدي يضغط عليك عشان تجاملي. يوم ما بتزعلي وتقولي كلمه حق بيبقى الزعل مضاعف للناس. عشان مش واخدين منك على انك تقومي قايلها كده مره واحده. اوكي. ماشي تمام. ماشي. ميرسي يا دكتور. ميرسي يا دكتور. ما كانش لازم يعرفوا ان انا جريئه. مثلا يعني انا مثلا استطيع ان انا اعرف لاعب كره القدم وهو داخل على ضربه الجزاء هيجيبها بنسبه كام ويفقدها بنسبه كام؟ لا ده احنا نتفرج على ماتشات بكره في ماتش الاهلي مسموح عشان لو انا بكلمك بامان. من دخلته من ايه بتعرف يا دكتور؟ تقدر تعرف تحدد من حركه ايه؟ من حركه جسمه. اللاعب اللي يقف عند الكره اللي هيجيبها جون دي يعني ضربه الجزاء وتلاقيه بيقوم حاطط صوابع رجله وخابطها في الارض قبل ما يخش على الكره كده. يعني مش رجله يقوم عامله كده ويقوم زي ما يكون بينفضه كده، واخد بالك؟ ده عنده نسبه كبيره من الجرأه. ده مهاجم. يعني ايه مهاجم؟ لا يعني مش مكانه الهجوم بس هو 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 هيهاجم الشبكه زي ما بيقولوا. ده نسبته في انه يجيبها فوق 60%. خلاص؟ في لاعب اخر بيفضل واقف عند الكوره كده ومثبت عينيه وده اللي بيعمله دايما علي معلول وميسي. الاثنين مشتركين في الحته دي. يقف عند الكوره حضرتك ثابت مكانه ويفضل عينيه على الشبكه
يمين وشمال، وعنده نظرة ما فيش حد يقدر يغيرها له، يعني ما فيش حد ممكن يشتته. صح. لكن بعرف كمان من وضع جسمه، لو كان ظهره لقدام ولا ايه للخلف. لو خرج بصدره لقدام كده فبعرف ان ده عنده نسبة من النشاط، ولكن فيها جزء من الحزن. هذا اللاعب زي ميسي مثلا، نسبة الحزن اللي عنده بتخلي حركته في رجليه وفي ايديه مش واضحة، لدرجة ان اللي حواليه يقول لك ماله، هو هيجيبها ولا مش هيجيبها. لكن هو في الواقع بيجمع التفكير. نسبة الحزن دايما بتخليكي ساكتة وتخلي حركتك مش منعكسة عليك. ده نسبة انه يجيب الكرة دي 50% و50%. طيب يا دكتور، احنا قلنا ما فيش حاجة اسمها اكتئاب موسمي، بس كل واحد موده الطاغي عليه بيطلع مع تغيير الفصول. ده كلام صحيح. تمام، هنعمل ايه بقى مع تغيير الفصول؟ لان فعلا في ناس بتخش في اكتئاب فعلا. احنا كلنا كان عندنا امل في فكرة، يعني كان جوزي امبارح بيكلمني بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه، انا حزين، انا مش عارف. قلت له تغيير فصول. فبنبقى حاطين عليه امل، يعني ان ده حاجه طارئه. نعمل ايه وامتى احس ان انا فعلا عندي مشكله ولازم ابتدي احلها؟ اللي عنده اشكاليه في موضوع الشتاء انه لازم يتحرك في الشتاء اكتر ما بيتحرك في الصيف. هو لو شخص بقى ما بيحبش يتحرك كتير وبيفضل العزله ما هو لو فضل العزله لازم المجتمع اللي حواليه يخرجه من عزلته. انما احنا هنقعد نتفرج عليه هنغذي عنده الجانب ده. هيفضل عنده مضاعف مش هيقل. يعني وخدي بالك ده يقلل من قوته في التفكير طبعا. يعني موضوع الاكتئاب هو في الواقع مش اكتئاب، هو حزن الشتاء مش اكتئاب الشتاء. ايوه ده مهم قوي. كلمه اكتئاب دي كل وبالذات الشباب الصغيرين بنقعد نقول على طول انا عندي اكتئاب. وده مرض كبير قوي. خلينا طبعا نقول للناس الفرق ما بين الحزن، التقلب في المزاج، والاكتئاب. الحزن هو السائد، ان يبقى في حد بيغير اسلوب كلامه. انه يغير عاداته. يعني ايه؟ مش كل الاكل بياكله في الشتاء. لكن بياكل حاجات اكتر في الصيف. وده له علاقه كمان بشرب الميه. خدوا بالكم الموضوع ده شديد الاهميه. شرب الميه لترين في اليوم حد ادنى، سواء في الصيف او الشتاء. ده بيحسن المود. قالب الشوكولاته. اللي هو الدارك. ما يتاكلش، يستحلب. حضرتك تقومي قطع قالب كده وحطاه بقك وتسيبيه بقى ايه مع نفسه، تبص تلاقي ده بيصلح مودك بنسبة عالية جدا. وفي اكلات اسمها اكلات السعادة. الموز، الفسيخ. والله بقى حسب ما انت عايزه. اللي بيبسطك يعني، لكن مدام ده يعني بيبسطك خلاص الف هنا وشفا يعني. وبعدين الموز، الفول. الفول ده من اكلات السعاده. عشان كده المصريين دمهم خفيف قوي. انا بحب الفول قوي. ده من السمك بكل انواعه. من اكلات السعاده دي، بتحسن المزاج جدا. وفي اكله زي هي شوربه العدس. شوربه العدس الدافئه السخنه. من غير ما تحط عليها حاجات كتير، يعني من غير ما نحط عليها العيش والبهارات كتير. الشعريه والسمنه. فدي تحسن لك جدا المزاج. اما المشروبات اللي تسبب لك بقى ايه، نوع من التعكير المزاج، انه هو طبعا انه النسكافيه ده هو من اخطر ما يكون، الحاجات المهدرجه. اشربي قهوه وما تشربيش نسكافيه يا دكتور. انا بص انا بقول كده أصدق. القهوه النسكافيه المصنع. اي قهوه سريعه الذوبان. ما هو ده اصلها حاجات ايه، دي كلها حاجات مهدرجه. صحيح. لكن اشربي بقى الايه، القهوه البن العادي اهو كده. دي من الحاجات. اما بقى اهم حاجه بتعمل لكم حاله سعاده، ابتعدوا عن البؤساء. يا دكتور كلما امكنكم. نعمل ايه طيب في الموضوع ده؟ اول ما تلاقي حد بائس، لو هو مش من اهل البيت وحد من خارجه، ولتكن واحده صاحبتك. ما في مره يا شيخه تكلميها الا ما تبصك الاحزان لمده ساعتين وتخليك انت مش طايقه نفسك اصلا. حاولي تقللي المكالمات دي وتخليها دايما في توقيت مناسب. يعني الكلام البائس ده افضل وقت ليه مثلا من الساعه 1 الظهر للساعه 3 او 4. دكتور هل لكن لا صبح ولا بالليل. هل التعبير عن انه
بشكل مباشر وصريح انه لشخص ما سواء من الاصدقاء او من الدائره المقربه، انه مثلا اقول الشكوى الدايمه ليا بتاثر عليا، لو سمحتي ما تكلمينيش وتشتكي لي، لو سمحتي ده بياثر وهكذا. إيه هل ده كده؟ كنت لسه اقول لك، هل ده الصح؟ لا مش صح، لكن غيري الموضوع. بمعنى اعملي نفسك مشغوله، اعملي نفسك في جالك اي تليفون. بصي هقول لك على حاجه، بس ايه، احنا على الهوا يعني، في ناس كتير هتشوف. خبطي بايدك على قطعه خشب كان حد خبط على الباب الاوضه. عشان بس ما تزعليش حد. والله يا حبيبتي كنت عايزه اكمل معاكي الكلام، معلش اشوف بس مين بيخبط على باب الاوضه. وتقومي ايه، ابعدي شويه، ارتاحي شويه، اقفلي الموبايل لو امكن. والله يا دكتور ايه المانع؟ لكن ما اقولش بشكل مباشر. ايوه يعني هتجرحي اللي قدامك. بس في طرق برضو، هي في طرق برضو ابسط. هو الواحد برضو من كتر ما بيشوف الناس دي في حياته بيتعلم شويه يفصل. يعني يسمع من ودنه ويطلع من ناحيه تانية، او بعمل حاجه بقى تانية لطيفه. يعني لو واحده بتكلمني في مشكله فابتدي اديها الحلول الحقيقيه، اقول لها طب انت كنت عايزه ايه اللي يحصل؟ يعني كان ايه اللي هيبسطك لو حصل؟ فابتدي احط دماغها اصلا في حته تانية، هي نفسها اللي انت بتعمليه ده جميل، بس اللوزه اللي انا لسه كنت بشرح لك مكانها هتخزن. صح. واول ما هتخزن للاسف مش هيطلع ده مع صاحبتك، هيطلع مع حد تاني. صح، حد قريب قوي. صح. زمان كنت يكون بعمل الزوج قد يكون الابن، الدكتور بيقول للاسف دي الحقيقه. وساعتها تلاقي نفسك منفعله وعايزه تطلعي كل اللي جواكي. بس بقى شطاره اللي لقاكي منفعله كده لازم يعمل حاجه مهمه قوي. ايه بقى؟ كان حد قريب قوي يعني. انه ياخدك في حضنه. في الحاله اللي زي دي هتهدي. لانه هو انت نفسك هتقولي هو انا كنت بعمل كده ليه؟ صحيح. انما لو رد عليك بنفس الانفعال احنا دخلنا في دايره ما بتنتهيش. ماذا لو هم الدايره القريبه؟ الزوج، الام، الزوج، الأب، الابن، الاخوات، الحزن ده والنكد. اما الابناء، الابناء ما بياخدوش غضبك على انك انت بتفضفضي، انك زعلانه منه. فدي تعمل مشكله كبيره. نحاول نقلل. يعني عايز اقول لكم على حاجه، اصل ما فيش حاجه تستاهل قوي. مظبوط. وياما اتعاملتي حلو مع الناس ونسيوا مع اول موقف ما كانش كويس. يا دكتور احنا ساعات بنعمل حاجات حلوه في حياتنا كتير لا يتذكرها كل الناس، ومع اول خطا الدنيا كلها بتتقلب. فعلشان كده انا كل اللي انا عايزكم تقعدوا تعملوا حاجه واحده بس، خليكم على طبيعتكم. ودايما انا بقول الجمله دي، فلتكن وكما انت زي ما الناس عايزاك. طبعا طبعا بلاش نمثل كتير، لان احنا ساعات بنودي الناس على حساب نفسنا. والله يا دكتور كلام انا عايزه حاجه تخليني ما اعيطش. انت دمعي ليه يا بنتي؟ انا عايزه حاجه تخليني ما اعيطش. طب الحقيقه انا اسف حقك على لا انا اللي اسفه، انا بعيط دايما بدون سبب. وحساسيه الانسان دي حاجه كويسه على فكره. بيقول لك احنا بنعرف ادميه البني ادم من نقاط ضعفه، وكل ما يكون عنده نقطه ضعف هو تزداد انسانيته. انما الشخص اللي بيبقى ايه، مفيش حاجه بتهمه ولا في حاجه فارقه معاه، ما اعتقدش ان ده بيبقى مهم في حياه الناس. صح يا دكتور. طيب انا يعني عايزه اسال حضرتك سؤال. دايما بيقال ان الست دي كويسه. انا قلت لك على الحل بقى اللي في الحاله اللي زي دي. كملي. اقوم احضنها؟ لا هعيط. انا بعيط بسرعه اكتر لو حد حضني. يقال ان الست اكتر اكتئابا، بتتعرض للاكتئاب اكتر، حساسيتهم زيادة أكتر. بس في حاجة بقى دكتور، أنا يعني ابتديت، يعني أنا مش صغيرة برضو، أنا يعني عندي ولاد وكده ومريت بكتير يعني في حياتي. عشان كده بقول أنا دايما أنا اكتشفت إن البعد عن الناس شيء حلو قوي. شوفي إحنا كده بنغذي حاجتين. إحنا بنغذي اتجاه الخجل والحزن في كلمة الابتعاد. انما انا اكتشفت في حياتي ومن خبراتي ان المواجهه اهم شيء في الدنيا، اننا بنواجه الحلو والوحش. اننا لازم نشوف الناس ولازم نتكلم. احنا وجودنا في الحياه كمان مهم، وبالتالي سيبك من رد الفعل مع الناس، احنا بنحسب رد فعلهم مش فعلنا احنا. ايه الفرق بين حضرتك الاخلاق والسلوك؟ الاخلاق هو فعلك، هو الخطوه اللي انت بتاخديها حضرتك. السلوك هو رد فعلك على الاخلاق. فهمت. يعني اللي بيزعق وانا ما زعقتش قدامه، انا السلوك بتاعي مش موازي لاخلاقه. صحيح. هو اخلاقه مش حلوه، لكن انا السلوك عندي افضل.
لكن مفيش مانع يبقى في استراحة محاوب. مهمة. يعني يبقى ايه يومين ثلاثة اجازة. الاجازة جوه البيت ما تتحسبش ولا ليها قيمة. اخرجي بره البيت، روحي في اي مكان، اقنعي الزوج، اقنعي العيلة، يلا بينا ناخد اوضه في اي فندق جوه مصر، مش لازم نسافر، في القاهره نطلع بس على المدن الجديده، نبعد شويه عن الزحمه. صحيح، نقعد ليله ليله واحده، اقفلي فيها موبايلك، اسمعي كلامي، دي احسن حاجه. وابعدي عن كل حاجه زي ما انت قلتي، بس خلي في دايره صغيره حواليك، اوعي تبعدي لوحدك. ليه بقى يا دكتور؟ لو قعدت لوحدك يوم، العقل مدرب انه يشغل السجل بتاعك كله. أوف. فيجيب لك السلبي قبل الايجابي. لانك قاعده لوحدك. فتبتدي بقى ايه، افكار كتيره تتضارب جواكي. طب وليه؟ اشغلي نفسك بحد يكون حميم. انتوا عارفين مين هو العدو الحميم؟ الكلمتين دول ما يركبوش على بعض. عدو حميم هو اللي حبك قوي لدرجه ان ما بقاش بيسيطر على حبه. اوكي. فبدا يحكم من نظرته هو في كل مواقفك. يعني دي ما بقتش غيره بقى، هي بقت حاله من حالات السيطره على كل حاجه فيكي. ودي مساله بتبقى ما هي الصحيح، ده اسمه العدو الحميم. دي عايزه لها حلقه. دي عايزه لها حلقه. العدو الحميم ده اللي ممكن يبقى ام واب وصديق وزوج وزوج. مظبوط بالظبط. احنا يعني كل حلقه ان شاء الله. يا والنبي يا دكتور، ما تعيطش. انا مش عيادك تاني اخر مره، انا اسف. احنا هنروح اسرع عند الدكتور وتجي لنا بقى ان شاء الله حلقه ثانيه. احنا للاسف خلصت وقت حلقتنا النهارده. احنا كمان والله يا دكتور بنشكركم جدا. خلصت حلقتنا النهارده، بنشكر الدكتور اللي نورنا، وان شاء الله يبقى معانا في حلقات تانية كتير. بكره مش طالعين علشان مباراه الاهلي وسموحه في كاس مصر. ان شاء الله يا رب نكسب، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله نيجي في حلقه يوم الاربعاء ونحتفل مع بعض بالفوز ان شاء الله. باي باي.